قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم مع سباق قوي جدا ما بين العربيات، والناس بتحاول ان هي تراهن على الكسبان فيهم، لحد لما بنروح مع مجموعة صحاب قاعدين يتفرجوا بكل شغف. في الوقت ده هاري بيعرف صحابه البنات ان هو عاوز يشوف حادثة في السباق عشان يكون اقوى واحلى، لحد لما بيجي صاحبهم مايك بالاكل، وهنا بيلاحظ ان الكرسي اللي قاعد عليه بيكون مكسور، لحد لما واحد اسمه جون بيطلب منهم يسكتوا شوية ويدي ويسكي كده للمدام، وده عشان تكون ماشية طبيعي. بنشوف ان في ناس حواليهم في كل حتة، وكمان الام بتحاول ان هي تدي للاطفال حاجة للودان عشان الصوت العالي، والامن بيطلب من شاب اسمه دانيال ان هو ينزل رجله من على الكرسي، وبنرجع تاني على السباق. وفي الوقت ده بتحصل فعلا حادثة في المكان، والسواق مش بيقدر ان هو يتحكم في العربية، والناس بتشوفها عمالة تموت واحد ورا التاني بطرق مختلفة متنوعة، لحد لما بيفوق مايك من الرؤية. هنا بيعرف ان هو كان كابوس مش اكتر، لكن الغريب في الموضوع ان الاحداث بدأت تحصل زي الاول بالظبط، وكمان بنفس الترتيب. هاري بيديله حاجة يشربها بعد كده، والام بتسد ودان عيالها، وكمان الامن بيطلب من الراجل ان هو ينزل رجله من على الكرسي، فبيطلب منهم ان هم يخرجوا من هنا حالا، وده لان في كارثة هتحصل كمان شوية. فطبعا هاري بيرفض حاجة زي دي لانه مراهن على واحد فيهم. بتحصل خناقة في المكان، لحد لما جون بيطلب منهم يهدوا شوية، والامن بيطلب منهم هما الاتنين يطلعوا بره دلوقتي، والام مع اطفالها بتخرج هي كمان. هنا مايك بيعرفهم ان في حادثة هتحصل كمان شوية، فطبعا محدش بيصدق الهطل اللي بيقوله، لحد لما بيشوفوا الناس عمالة تصرخ وبتجري. وفعلا بتحصل كل حاجة من اللي قالها مايك من شوية، ودانيال بيحاول ان هو يرجع تاني على جوه عشان يلحق مراته، لكن للأسف الضابط جورجي بيمنعه من حاجة زي كده. بعدها مرات جون بتحاول ان هي تتخانق معاه لان ده خطر عليه وممكن يموت، وللأسف بتيجي عجل عشان تخلص عليها هي واللي بتموت. وبالليل مايك بيكون قاعد مع صحابه مش مصدق الكارثة اللي كانت هتحصل معهم الصبح، وبيسألوه ازاي عرف اصلا حاجة زي كده. وهاري بيكون مستغرب ان هم خرجوا عايشين اصلا من الحادثة، وان في حاجة لسه هتحصل مع الوقت، وبيعرفوا من الاخبار ان في حوالي 52 شخص بيكونوا ماتوا في الحادثة. لوري بتطلب منهم يروحوا على العزاء اللي هيتعمل بكرة، لكن هاري مع جانيت بيرفضوا حاجة زي دي، وبيعرفهم ان العملة بتاعت الحظ هي اللي حمته من الشر بتاع النهاردة. وطبعا جون بيكون زعلان جدا على موت مراته، والام بتحاول ان هي تشكر مايك على ان هو انقذها هي واطفالها من الحادثة، فبيعرفها ان ده كان لازم يحصل. للأسف دانيال الوحيد اللي بيكون عاوز يعمل مشاكل، وبيعرفهم ان الضابط جورج السبب في موت مراته لان هو اللي منعه من الدخول، وده عشان يلحقها، والضابط مش بيركز معاه اصلا. وبالليل بنشوف مايك نايم في الأوضة بتاعته، لحد لما بيشوف في الحلم باب بيكون لونه أحمر والصليب معمول من الخشب وحاجات غريبة جدا، وتقريبا في حد ممكن يموت في انفجار عربية. في الآخر بيصحى من النوم، وفي نفس الوقت بنشوف إن دانيال مراقب البيت بتاع الضابط جورجي، وده عشان ينتقم منه في أقرب وقت ممكن. فبيحاول ان هو يطلع شوية خشب على شكل صليب، لكن بتحصل معاه حاجات غريبة جدا، لحد لما العربية اشتغلت لوحدها وبدأت ان هي تتحرك. في نفس الوقت مش بياخد باله من البنزين اللي واقع على الارض، وكمان السلسلة بتشده من رجله، وده عشان يقع على طول وبتفضل تتحرك بيه. وبسبب النار والبنزين بيحصل انفجار قوي جدا في العربية، بيخلي دانيال طبعا يموت بسرعة، وبيصحى الضابط على الصوت، وبيعرف ان الرؤية بتاعت مايك بتكون اتحققت. وتاني يوم بتصحى لوري على مكالمة من جانيت اللي بتطلب منها تشوف الاخبار بسرعة على التلفزيون، واول لما تشغله بتشوف ان دانيال بيكون مات امبارح عند البيت بتاع الضابط. هنا مايك بيسمع الاخبار وبيتصدم لما بيشوف باب احمر قدامه في التلفزيون، وبيفضل يبص على المروحة لحد لما بيدخل في رؤية جديدة. وهنا بيلاحظ ان في حد هيموت تقريبا في الكوافير، وكمان راجل بيشرب سيجارة اللي هيعمل كده بالغلط، وبيعرف لوري اللي ممكن يحصل، وان هو تقريبا بقى يشوف الاحداث اللي ممكن تحصل في المستقبل، والناس اللي هتموت من اللي خرجوا من الحادثة، لحد لما بنشوف كام طفل بيحدفوا طوب على الجنايني، وان الراجل ده بيشرب سجاير زي الرؤية، والام بتدي لاولادها فلوس عشان يشتروا حاجة، لحد لما بتدخل على الكوافير، وبنعرف ان دي اللي بيكون عليها الدور. طبعا بتحصل حاجات غريبة جدا، لحد لما بتقع مروحة قدام رجليها، لكن حظها ان هي مش بتيجي فيها، وفي الاخر بتحاسب عشان تخرج على طول. بعدها بتحاول ان هي تدور على الاطفال، لكن الجنايني بيكون ماشي بمكنة قص الزرع، وبالغلط بيدوس على حجر في الارض من اللي عيالها حدفوها، وطبعا بنفهم اللي حصل بعد كده. وفي الاخر مايك بيجمع صحابه عشان يحذرهم من اللي شافه، فبيقول له هاري ان طبيعي الناس تموت ومش مقتنع اصلا بالفكره. بيحاول يعرفهم ان الناس اللي عماله تموت هي اللي خرجت من حادثه السباق، فبتقول لهم جانيت ان كده كده هيموتوا هم كمان، لكن محدش يعرف الدور هيكون على مين.
وبعدها بتحصل مشكلة في المكان لحد لما بيخرجوا من البيت، وهاري بيكون الوحيد اللي مش خايف من حاجة. وبعدها بيروح ماك ولوري على المكان بتاع السباق يمكن يفتكروا أي حاجة، لكن بيوصل الضابط في الوقت المناسب عشان يشوفهم، وبيكون مش مصدق اللي بيقوله مارك لحد لما بيوري الفيديو بتاع الحادثة. هنا مايك بيفتكر إن كده جون هيكون عليه هو الدور، وبعد كده هاري وجانيت، وفي الآخر الضابط اللي قاعد معاهم، وأخيرا لوري ومارك مع بعض. فبيحاولوا إن هم يروحوا بسرعة للورشة بتاع جون عشان يلحقوه من الموت ويكسروا اللعنة اللي هتقتلهم واحد ورا التاني، وبيتكلموا معاه شوية، فبيقول لهم إن ده مستحيل يصدقوا. وفي الوقت ده بتحصل حاجات غريبة تاني في الورشة لحد لما الحبل بيفك من العربية، وحظه إن هو بيفضل عايش، لكن بتحصل حاجة أصعب من كده، وفي الآخر بيقع حديد على أنبوبة الأكسجين واللي بتقدر إن هي تخلص عليه، وده عشان يروح على السلك ويتقطع 100 حتة. وبعدها كده الدور هيكون على هاري، بيطلب من لوري إن هي تروح على الضابط عشان يلحقوا جانيت، وهو هيروح على صاحبه عشان يقنعه، واللي بنعرف إن هو دلوقتي في حمام السباحة. والناحية التانية جانيت بتكون في العربية بتاعتها وبتحاول إن هي تنظف الإزاز من الحمامة، لكن بتلاحظ إن سقف العربية بيتفتح لوحده. وفي الطريق مايك بيشوف رؤية جديدة عن عملة بتقع في المية، وإن الكلام ده في حمام سباحة، فبيفهم إن الكلام هيكون على صاحبه هاري. وبعدها جانيت هتموت في مغسلة العربيات بسبب الكهرباء اللي هتضرب في المكان، فبيتصل على هاري بسرعة، وللأسف في الموبايل بتاعه مقفول. بيحاول ان هو يبعت رسالة عشان يشوفها بسرعة، وبيطلب انه ان هو ما يقربش من اي حاجة فيها مية، لكنه للأسف الموبايل بتاعه بتحصل فيه مشكلة. وبعد شوية بنشوف الآلة بتاعت سحب المية اشتغلت لوحدها، وفي نفس الوقت سقف العربية بتاع جانيت اتحرك لوحده هو كمان، فبتقفله بسرعة. بتروح على المغسلة عشان تنظف العربية، وبتحصل مشكلة في الكهرباء فعلا، وبتكون محبوسة ومش عارفة تخرج. وهنا بتحصل حاجات ملهاش اي تفسير عشان المية تدخل في العربية، وعمالة تصرخ ومحدش بيسمعها، فبتحاول ان هي تخرج بسرعة من جواها. في الطريق لوري مع الضابط بيحاولوا ان هم يروحوا على جانيت وبيكلموها في الموبايل، لكن للاسف هاري قاعد في حمام السباحه ومعرفش اللي ممكن يحصل معاه كمان شويه. وهنا بتقع عليه كره عشان توقع العمله بتاعت الحظ في حمام السباحه، فبيحاولوا ان هم يروحوا وراه عشان ياخدوها، وطبعا الميه بتبدا ان هي تتسحب تاني بسبب المكنه اللي اشتغلت لوحدها. بيحاول يطلب المساعده لكن طبعا مش عارف يعمل كده، لحد لما بيوصل مارك على المكان ومش بيلاقوا صاحبه اللي كان اتحبس في الميه، وطبعا بسبب الضغط على مواسير جسمه بيتقطع 100 حتة. وبنعرف ان هو للأسف مات، وكمان جانيت مش عارفة تطلع من المية اللي حواليها. ويقدر الضابط ان هو يوصل في الوقت المناسب عشان يزق العربية بتاعتها، وبتحاول لوري ان هي تطلعها قبل ما تموت، وفعلا بتعمل كده. في الوقت ده بنعرف ان الدور هيكون على جورجي وجانيت، فبيعرفها ان هو مش خايف من الموت لان اخيرا هيقابل مراته اللي ماتت من فتره كبيره. وفي البيت جانيت بتكون خايفه ان هي تموت، وبتحاول تحمي نفسها من كل الادوات الحاده اللي بتكون حواليها، ومايك بيحاول يساعدها فعلا في الموضوع لحد لما بيتكلم معاها عشان تهدى شويه. وبتحصل عاصفه في المكان بتكون السبب في ان القهوه تقع على الجرايد، بتظهر كلمه تم انقاذه، فبيفهموا كده ان اللعنه بتكون خلصت، وده عشان لحقوا لوري، فبيحاولوا جورجي ان هو فرحوه. ولما بيروحوا على البيت بتاعه بيشوف الضابط كان عاوز يخلص على نفسه، فبيلحقوه بسرعه وبيقول لهم ان هو حاول اكتر من مره يعمل كده، والغريب ان كل مره بيفشل. تاني يوم لوري بتكون في السينما ومستنيه جانيت صاحبتها، لحد لما مايك بيجهز الشنط عشان يسافر ويريح اعصابه شويه، لكن قبل ما يعمل كده بيشوف رؤيه جديده لشخص ممكن يموت غرقان في مستشفى، وكمان في عربيه هتخبط شخص عليها رمز التعبان، فبيفهم ان الموضوع ما خلصش ولا حاجه. وفي الاخبار بيشوف ان راعي البقر اللي كان معاهم في السباق لسه عايش ودلوقتي في المستشفى، فبيعرف ان الدور هيكون عليه ولازم يلحقه، لحد لما بتشوف الاحداث الغريبه بتحصل معاه في المستشفى والعجوز بياخد الجلسه بتاعته. هنا الممرض بيسيب الميه شغاله في المكان والنقط بتفضل تقع على الراعي البقر، فبيحاول ان هو يحرك نفسه بسرعه. بيحاول جورجي مع مارك ان هم يلحقوا الشخص ده، لكن للاسف الوقت بيكون اتاخر والسقف كله بيقع عليه عشان يموت غرقان زي الرؤيه. وبعدها بنعرف ان الضابط اللي عليه الدور وهم بيتكلموا بتيجي عربيه الاسعاف عشان تخلص عليه، وبنشوف برضه علامه التعبان اللي على جنب العربيه، ودي نفس الرؤيه اللي شافها. كده الدور بيكون على لوري وصاحبتها جانيت اللي وصلوا على السينما، وللاسف الرباط بتاع لوري بيدخل في سلم الكهرباء، بتحاول ان هي تشده بسرعه قبل ما تتكسر، وبتعمل كده في اللحظه الاخيره، وبتفهم ان اللعنه تقريبا لسه موجوده. وفي المخزن بتاع المول بنشوف ان النضاره بتعكس اشعه الشمس على نشاره الخشب واللي هتعمل حريقه كمان شويه. بيوصل مارك على المول وبيشوف ان العربيه بتاعت المطافي عليها نفس الاسم بتاع الفيلم اللي هتدخله لوري مع جانيت كمان شويه،
بيشوف رؤية جديدة عن دار في كل حتة، والبنزين بيقع في المخزن فبيروح على السينما عشان يحذرهم، لكن جانب بتفضل مش مصدقة وان هي عاوزة تخلص من اللعنة دي. لكن بعد شوية بيحصل انفجار قوي جدا في الشاشة بيخلص عليها، وبيحاول مايك ان هو يلحق لوري قبل ما تقع في السلم، لكن للأسف مش بيلحق يعمل كده. في الاخر بيعرف ان ده كله كان رؤية من الاول ولازم يروح على السينما بسرعة، وبيشوف النار بتولع في المخزن فبيحاول ان هو يشغل الازاز واي حاجة ممكن تعمل انذار، وفعلا بيعمل كده قبل ما الكارثة تحصل، لكن مسدس المسامير بيشتغل عليه. وبنعرف ان الاحداث عمالة تزيد في المكان ومش عارف يلحق نفسه، لحد لما المية بتشتغل لوحدها في المكان على اخر لحظة وبتطفي الحريق. بعد فترة بيكونوا رجعوا تاني طبيعي لحياتهم الطبيعية والتلاتة لسه عايشين، فبيروح يقعد معاهم في الكافيه وبيبدأ يفكر ان تقريبا كده في حاجة غلط حصلت في الترتيب، وعشان كده اللعنة بتكون انتهت. لكن هنا ما يعرفش ان هم لازم يموتوا مع بعض هم التلاتة، وفعلا بيحصل كده لما عربية بتدخل فيهم، وبيخلص الفيلم لحد هنا. فمنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في الجزء الجديد. سلام.